في هذا اليوم المبارك تشرفنا بزيارة السيد قائد عمليات نينوى لتفقد قاطع مسؤولية لواء المشات 72، ولاحظ السيد القائد الانفتاح الجديد لهذا اللواء، وأبدأ بعض التوجيهات والملاحظات اللي هي سوف نأخذها بالنظر عين الاعتبار. وأيضا تم تقديم إيجاز وافي للسيد القائد واحتياجات هذا اللواء، وأوعدنا بأنه إن شاء الله سوف تتم مفاتحة المراجع بإكمال هذه المستلزمات لتمكن اللواء من أداء واجبه بشكل صحيح وشكل يؤمن قاطع العمليات. سيدي هاي قرية منهم؟ هاي قرية، هاي قرية سهلية هذا الطريق يطلع، هذا سيدي يطلع اي لك شبير عمي ابويا يا سيدي احنا جايين هنا لخدمتكم، يعني شو هذه تغير من شو اسمه، ما محتاجين شيء. الله يسلمك سيدي، هذا الطريق سالك سالك سيدي سالك اي عسل. نعم سيدي، بس انتبهوا لا تاخذوا لا سيدي ماكو لا ان شاء الله سيدي يربالكم من الغفله يا سيدي، لازم من العصر لا تناموا كل واحد المكان يعطيكم مكان واحد. لا سيدي لا سيدي احنا نسويهم قاطع وقاطع كلهم متفقين جمال الله.